عطى الدري السوارز قال له سير جيب لي الكارطون ديال الخبز من الطوموبيل. صدق هو غادي يدير امارش للطوموبيل، دخل في المراه وراجل وفي الكروسه ودخل في القور وجاو الاسعاف في الحين. الحمد لله هادشي اللي كاين. كنت واقف رافين حدا البنكه ملي شنا داكشي تخلعنا. نعم اسيدي هادشي اللي كاين. تقريبا شي 20 الناس ولا كلشي هالجرحى، وكاين اللي كوما تقريبا في عمر شي 13 سنه. ايوا تما هبط بقايتي فهمتيني شي السوارت للسيد، وتما هبط بقايتي طحن في عباد الله مساء. تقاسوا 4 ديال المغاربه وتقاسوا 10 ديال السياح اجانب في البلاصه. ما حتى شي واحد. جاو رجال الامن، جاو الاسعاف، الحمد لله جا كل شيء. ان واحد السياره تركها مولاها تما وصيفط الخدام ديالو ياخذ منها شي حاجه. ما الخدام خلى داك السلعه اللي صيفطوا المعلم ديالو، مشى للفولا مشى للفولا دار لها مارش وما عندوش جوا بيرمي السياقه وهربت به الطوموبيل وما عرف ما يدير. والطف الله الخافيه الحمد لله تعالى من الموقع لا موت لا حتى شي حاجه. بالنسبه للولد قصير في عمره شي 15 سنه من يوقع له ذاك المشكل ما عرف ما يدير، ما لا يوخر ولا والو. والحمد لله اللي ما وقع لا موت لا والو، والسلطات ديال فاس جنت من والي الجهه الى حتى الاخير بوليسي، لا من الشرطه ولا من القوى المساعده ولا من الشرطه ديال السياحه. قاموا بواحد المجهود جبار وداو الناس للمستشفيات وقاموا بجميع الواجبات اللي غيقوم بها اي انسان. ونطلبوا لهم الشفاء ان شاء الله، نطلبوا لهم الله الشفاء، الله يشافيهم. تقريبا 4 المغاربه وحسب الاجانب تقريبا شي 10 تقريبا. والحمد لله لما ما كيبان الجروح طفيفه، ماشي شي حاجه اللي لا داعي للقلق. ونطلبوا الله الله يشافيهم. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.